الحمد لله هذا اللقاء ديال المؤتمر الجهوي ديال الشمال دونك في طعام جاو تي طلاب والحوايج والشاو والقصر الكبير شنو الاخر المهم وفيه حتى الحسيمه اليوم هذا المؤتمر هذا يعني عرف المجريات العاديه اللي كاينه يعني ديال الكلمه ديال الامانه العامه الكلمه ديال الامين العام اللي كانت ربما شويه طويله الكلمه ديال يعني بعد ذلك اختيار ديال مسؤول ديال الجهه دابا والراجح كنظن غيكون هو المسؤول ديال الجهه لانه قام بالمسؤوليه على هذه السنوات الاربعه بطريقه ناجحه ونكملوا ان شاء الله هذا الشيء ونولي الى مضاربنا. يلا السلام عليكم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.